احنا بعيد يا سيد الفاضل. لما نعرف امبارح، شفت امبارح المشجعين توتنهام بعد ما خلص الماتش بيسقفوا، ده الراعيين مشوار، شوف اللي السلف واللي داين واللي راعيين مشوار من لندن عشان يروحوا مدريد. وخلي بالك انت البتاع دي بتبقى نار، انت عارف ان الاوض دي محجوزه من ساعة ما اعلنوا ووقت المباراة واليومين اللي قبل المباراة بيعلى جدا اعلنوا، فبتبقى خالية. لما يجي هنا وبعدين يسقف، ده هو الفرق. ده انا بحب الفرقة بتاعتي جدا، وبحب ما حدش يزايد علي انا كمشجع بره لحب الفرقة، ما حدش يقدر يزايد عليا في ده. فما تجيش تقول لي بقى انك المزايدة انك ترمي طوبة او لا تشتم ولا تعمل قلة الادب اللي بنشوفه. وشوف الفرق بقى، على فكره كان هتحصل مجزره في استاد الترجي في الملعب بتاع الماتش بتاع الترجي نهائي افريقيا، لولا ان تسلم الكاس كان هتحصل مصيبه سودة. خدت بالك الفرق ما بين الاثنين دولت؟ ادي فرق وادي فرق. لما نعرف النهارده احنا كلاعيبه بعد ما يخلص الماتش نسقف لبعض، شوف اللعيبه كانت زي بتوع توتنهام وبتوع ليفربول عاملين ازاي. شوف لعيبه ليفربول وقفوا عملوا ممر للاعيبي توتنهام عشان تسلم الميداليات وبيسقفوا له. يعني لما نبقى زي كده تعال شوف اللعيبه بعد كانوا بيعملوا ايه، كان هيقتلوا بعض في الماتش بتاع واللي بيعملوه بتاع الترجي المغرب احنا بنعمله في مصر عندنا، عشان ما حدش يفتكر ان احنا بس بنتكلم على لما نعرض واحنا بنسمع حضرتك صور احتفال نجومنا نجوم ليفربول ونجمنا محمد صلاح بهذه المباراه وبهذا اللقب. لما ما تكلمنيش عن احنا فرق فين، طول ما احنا بنعمل. لما يبقى النهارده انا المدرب النهارده ما شفناش رئيس نادي توتنهام قال المدرب يطلع من بره على الطياره على بيكو، ما شفناش قال له يعني رفضوا ولا روحوا ولا حاجه عشان خسر بطوله بتاع ده، ما شفناش الكلام. احنا يا راجل انت بتتكلم في ايه؟ احنا بنهزر، احنا عندنا شبه اللي بره. ده الفرق يا محمد، ده فرق، ده ثقافه، ده ثقافه، دي سلوكيات. طب احنا هناخد مساحه.